في قسم الأكاديميكس راح نعبي معلومات الثانوية. لازم أول شيء نكتب الكود، نضغط على lookup، نختار الكويت، نكتب city مثلا كويت، نضغط search، راح نشوف عدة ثانويات. ممكن نكتب حول لي، راح نشوف عدة ثانويات. بالنسبة حق ثانويات الحكومة ما عندها ACT code، فنحط not found. بعدها نكتب اسم الثانوية على سبيل المثال، نوع الثانوية حكومة خاصة دينية، تاريخ دخول الثانوية الشهر والسنة، تاريخ تخرج الشهر اليوم السنة، عنوان الثانوية والسيتي والدولة الكويت. نختار مني لقب الأخصائي دكتور سيد سيدة، نكتب اسم الأخصائي الأول، نكتب اسم العائلة في هالخانة، ونكتب منصب الأخصائي ورقم التليفون. بالنسبة حق هالجزئية، إذا كان الطالب دخل أكثر من ثانوية يحط صح ويعبي معلومات ثانوية بنفس الطريقة اللي مساء. نضغط Save and Next. في قسم الاختبارات، الطالب لازم يكتب متى أخذ الاختبار والدرجة. راح نشوف في الـ ACT والـ SAT والـ APIB والـ TOEFL والـ IELTS. يكتب مني متى أخذ الاختبار، نوع الاختبار IBT اللي هو TOEFL بالكمبيوتر، TOEFL Paper اللي هو TOEFL بالأوراق، IELTS اللي هو اختبار اللغة البريطاني، ويكتب في الخانة الدرجة، ونضغط Save and Next. في قسم الأنشطة يكتب نقدر نكتب الأنشطة اللي سويناها أثناء الثانوية، مثلا مجلس الطلبة، نكتب في هالخانة شنو كان المنصب في أي مرحلة من الثانوية، وفي هالسؤال إذا كنت مخطط أن تشارك في منظمات أو مجلس الطلبة مثلا بالجامعة، تحط يس، تكتب عدد الساعات بالأسبوع اللي كنت تقضيها في مجلس الطلبة، عدد الأسابيع بالسنة، ومتى كنت تشارك في هذا النشاط أثناء الدراسة أو في الصيف. وممكن تكتب جملة إضافية توضح شنو كان دورك. وفي هالناحية Work Experience اللي هو خبرات العمل، في هالخانة نكتب شنو كان طبيعة العمل. Employer نكتب مثلا اسم البنك أو الشركة، نكتب متى تاريخ البدء في العمل وتاريخ النهاية، نختار صح إذا كان أثناء السنة الدراسية، ونختار مني صح إذا كان أثناء الصيف، ونكتب عدد الساعات بالأسبوع، وبعدها نضغط Save and Next. بالنسبة حق قسم Writing اللي هو الكتابة، لازم تشرح عن أحد أنشطتك من خبرة عمل أو هوايات ب 150 كلمة أقل، تكتبها في المسافة الموجودة المساحة الموجودة. بعدها نروح حق البيرسونال اساي اللي هو المقالة الشخصية، لازم تكون على الأقل 250 كلمة أو أكثر. حاطي لك عدة مواضيع ممكن تستخدمها في مقالتك الشخصية، وممكن تحط صح مني إذا كانت المقالة من اختيارك. حاطين عدة مواضيع ممكن تختارها. أول موضوع إن تتكلم عن خبرة معينة أو إنجاز حققته. في ثاني شيء إنك تتكلم عن موضوع شخصي أو تخوف يواجهك وتشوفه مهم بالنسبة لك. في ثالث موضوع
تكلم عن شخص كان له أثر عليك ولازم تشرح شنو كان هالأثر. في رابع موضوع تكلم عن شخصية مهمة أو تاريخية كان لها أثر عليك وشنو الأثر. وفي خامس موضوع تكلم عن اهتماماتك الأكاديمية أو عن خبرات عمل إيجابية. وعشان ترفق الـ Word Document نسوي Upload Document. وتضغط براوز وتسوي لها سبمت. فيها السؤالين نحط نو ونو مرة ثانية. في نهاية الصفحة إذا كان عندك أي معلومات إضافية ودك تبلغ عنها الجامعة تكتبها في المساحة الموجودة. بعدها نضغط Save and Next. نضغط نحط صح. تقدر تطبع الابليكيشن وتراجع مرة ثانية. تضغط على Print Preview وبعدها تحط صح. وبعدها نحط صح على ثلاث أسئلة ونكتب Signature اللي هو التوقيع. ممكن يكون اسمك الكامل. وبعدها تحط التاريخ اللي بتسوي فيه Submit. نكتب أول شيء الشهر اليوم والسنة ونضغط على سبمت. وتكون شذي انت خلصت من تقديم الابليكيشن. ممكن بعد ما تضغط سبمت تطلع لك صفحة تقولك ان في شغلات ناقصة في الابليكيشن ما كملتها. يوضح لك وين المكان بالضبط في اي قسم. تضغط عليه تكملها وترد تسوي سبمت. نروح حق سبلمنتس اللي هي الاوراق التكميلية. نشوف العلامة خضراء معناته ان University of Denver ما فيها اوراق تكميلية. بس ممكن ان في جامعات تانية تحتاج اوراق تكميلية. نروح حق البيمنتس اللي هو الدفع. نشوف لون احمر معناته ان ما كملنا هالجزئية. نشوف الرسوم $50 ممكن ندفع عن طريق الكريدت كارد. نروح السكول فورمز. ممكن بعد ما تسوي سبميت تشوف ان في شغلات ممكن ان في نماذج لازم تعبيها. نروح بعدها My College. لما خلص من التقديم وندفع الرسوم راح نشوف انه يم الابليكيشن والبيمنتس لون اخضر. وراح نشوف ايضا ان الكلمات تتغير الى Submitted معناته ان انت كملت كل الابليكيشن ودفعت الرسوم. بعد فترة قصيرة من التقديم راح نشوف ان الكلمات تتغير الى Downloaded بدال Submitted معناته ان الجامعة استلمت الابليكيشن وقاعد تشوف في موضوع القبول. ولازم اخواني الطلبة والطالبات تشوفون ايميلاتكم بشكل يومي لان الجامعة ممكن تراسلكم وتسألكم عن اوراق اخرى لازم تسلمونها. في الختام لا تترددون اخواني الطلبة والطالبات ان تستفسرون او تسألون الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية. ارقام الهيئة الادارية موجودة في موقع الاتحاد nooks.org. وللتواصل مع لجنة المستجدين يرجى زيارة صفحة دليل المستجدين.